من دير البلح ينضم إلينا السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. سيد أمجد أهلا وسهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تتابعون هذه الاستغاثات والمناشدات من جانب مديري مستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان باحتمال أن تخرج المستشفيات عن الخدمة خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب نفاد الوقود؟ شكرا جزيلا. يعني ننظر بخطورة بالغة تجاه هذه الإجراءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في إطار جرائم الإبادة المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. التهديد بخروج المستشفى هذين المستشفيين الرئيسيين اللذان تعرضا أساسا لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي ومن تدمير وأيضا من عملية قتل وتدمير للطواقم الطبية وللمرضى أيضا قبل أشهر، واليوم رغم الجهد الكبير الذي بذلته الطواقم الطبية من أجل إعادة الخدمة بشكل جزئي لهذين المستشفيين، هذا مؤشر خطير على مخطط الاحتلال الدائم بتعميق الأزمة الإنسانية وبخاصة الصحية لشعبنا الفلسطيني. الوضع جدا خطير فيما يتعلق بحرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني في شمال قطاع غزة من الخدمة الطبية من خلال توقف العمل بهذين المستشفيين، وبخاصة أن عدد المستشفيات التي لا زالت تعمل هو عدد قليل جدا في ظل ظروف معقدة وصعبة، نفاذ أدوية ومهمات طبية، أيضا خروج أجهزة طبية عن الخدمة بسبب العطالة التي أصيبت بها، وكذلك سيارات الإسعاف وغيرها من احتياجات أساسية للعمل في القطاع الصحي. هناك خطورة بالغة على حياة المواطنين في ظل انتشار الأوبئة والأمراض التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي في ظل المجاعة والعطش وأيضا الكارثة البيئية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. فبالتالي هذين المستشفيين في ظل أيضا القصف الإسرائيلي المتواصل يقدمان خدماتهما المتواضعة لإنقاذ حياة الجرحى، أي تهديد لعمل هذين المستشفيين هو تهديد لحياة المرضى والجرحى بشكل أساسي. طيب سيد أمجد سريعا، لماذا تبدو الاستجابة الدولية متأخرة للغاية؟ تكاد تكون معدومة 11 شهرا كما يقول المعايشون في غزة، حولت القطاع إلى قطعة من الجحيم. للأسف لا زال المجتمع الدولي يعاني عجزا في الاستجابة أولا لما نتعرض له من جرائم إبادة سواء بالقصف أو بالكارثة الإنسانية التي نتعرض لها كفلسطينيين وكمدنيين فلسطينيين نعيش في قطاع غزة من عملية قتل وتدمير وأيضا عملية نزوح مستمرة ومتواصلة ونحن على أعتاب فصل الشتاء، وهناك طبعا نتحدث عن عشرات الآلاف من الأسر في خيام، إذا يعني اليوم هناك خطر حقيقي على حياتهم في تدفق المياه الأمطار لهذه الخيام وأيضا الوضع الصحي برمته. فبالتالي الاستجابة الدولية تشكل فشلا ذريعا في الضغط على دولة الاحتلال الذي يأخذ ذلك ضوءا أخضر للاستمرار في هذه الانتهاكات وأيضا عدم إعمال المحاسبة والمساءلة تجاه هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، هي تشكل خطرا حقيقيا على حياة المدنيين الفلسطينيين. فبالتالي نحن ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ قرارات جريئة. أنا أعتذر عن المقاطعة سيد أمجد لأن الوقت يداهمني. شكرا جزيلا لك من دير البلح السيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.